أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات ربي عليك علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليك الحسن والحسين، صلوات ربي عليهم زين العابدين، صلوات ربي عليك لأئمة المعصومين، صلوات ربي عليهم. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي لفاطمة: إنك ستلدين غلاما قد هنأني به جبرائيل، فلا ترضعيه حتى أصير إليك. قالت: نعم. فلما قرب وضع البتول بصبغ الرسول ونجل علي الوصول، دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لها: يا فاطمة، طيبي نفسا وقري عينا، فطوبى لك بحملك بالزكي والصبط البهي، فإن جبريل قد هنأني به، وإنه وأخاه الحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإن الله تعالى سيظهره لك، وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي هو